اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم بي كرييتيف، قناه اللي هتساعدك انك تبقى جرافيك ويب ديزاينر. في الفيديو ده هنشارك مع بعض كل المعلومات اللي اعرفها عن الكونتاكت فورم 7. كونتاكت فورم 7 بلجن فري بيتم اضافته على الووردبريس ويب سايت اللي انت بتعمله، وبالتالي بيسهل لك انك تعمل كونتاكت فورم بمنتهى السهوله. مش هتحتاج لديفلوبر ولا ان انت تكتب اكواد، كل الاكواد هتبقى سهله وهناخدها كوبي بيست. هنشوف مع بعض ازاي نعمل كونتاكت فورم فروم سكراتش وكونتاكت فورم سريعه. يلا نبدا. ما تنساش لو الفيديو عجبك تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو نعمله ابلود يوصل لك نوتيفيكيشن. يلا نبدأ. ده ويب سايت انا شغال عليه دلوقتي، والمفروض ان هنا في صفحة اسمها كونتاكتس، هي دي اللي هضيف فيها الفورم كونتاكت، وهضيف فيها طبعا الجوجل ماب. بس هنا هنعرف مع بعض ازاي نضيف الكونتاكت فورم. هاجي مثلا هضغط هنا بس الاول في الـ URL عشان ادخل على الداشبورد. هكتب هنا wb-admin على اساس ان الويب سايت دوت معمول بالوورد بريس. واللي ما يعرفش الوورد بريس هو نظام لإدارة المواقع، CMS Control Management System، نظام لإدارة المواقع الإلكترونية. يعني بيبقى فيه فرونت اند زي ما انت شفت كده التصميم الرئيسي، وباك اند للتعديل وإضافة صفحات إلى ما لا نهاية، وإضافة بلوج مدونة، وإضافة فيتشر للموقع، وبلوجنز زي مثلا الكونتاكت فورم دي عبارة عن بلوجنز بيتم إضافتها في الموقع. باجي هنا من بلوجنز واضغط عليها، واجي هنا واقول له اد نيو. هقف هنا في السيرش، ولو كتبت كده كونتاكت، حتى لو كتبت كونتاكت بس ودوست انتر، هو اوتوماتيك هيطلع لي كونتاكت فورم 7. زي ما انتم شايفين في اكتر من 5 مليون اكتف انستليشن. تيجي تضغط هنا على انستول ناو، تيجي المرحله بعد كده ان انت تعمل اكتيفيت للبلجن. بمجرد ما عملنا اكتيفيشن لقينا هنا في لينك اهو ضاف تابه جديده اسمها كونتاكت. هاجي هنا اضغط عليها وانزل هنا كده، هلاقي ان هو ضاف لي اوتوماتيك حاجه اسمها كونتاكت فورم 1، يعني ضاف لي فورم اوتوماتيك موجوده. وده الشورت كود اللي انا باخده هنا، بعلم عليه واخده هنا رايت كليك وباخده كوبي وبحط الشورت كود دوت في الصفحه بتاعتي، فبيضيف لي الفورم اللي معمول لها جنريت وموجوده. طيب انا هروح هنا الاول على البيجز، هطلع كده ثواني واجي هنا على البيجز واقول له اول بيجز. طبعا لو انت عايز تضيف صفحه جديده فبتيجي من هنا وبتقول له اد نيو وبتضيف صفحه جديده، لكن لو انت عندك صفحه مثلا وعايز تعمل سيرش عليها فبتكتب هنا كونتاكت، تضغط انتر او تضغط سيرش بيج، طلع لي الصفحه. بضغط هنا مباشره واقول له اديت. انا هنا مستخدم الاسترا سيم، فبالتالي الكونتاكت زي ما انت شايف كده هتلاقي معمول لها ديم، عشان انا هنا عامل ديسيبل للتايتل، يعني عنوان الصفحه ما يبقاش باين في داخل الصفحه. هاجي هنا الاقي مكتوب ستارت رايتنج اور تايب اور تشوز ا بلوك، ممكن هنا اضغط واختار الشورت كود. يعني لو جيت هنا كتبت شورت اهو هيضيف لي ايه الشورت كود اهو، وهقوم عامل بيست. تمام كده انا ضفت الشورت كود، او هاجي هنا كده في الشورت كود دوت وهضغط ديليت. هفترض ان انا جبت الشورت كود معايا كوبي، وجيت هنا عملته بيست مباشره، برضه هيحطهولي از شورت كود. يعني سواء ضفت الشورت كود او كتبته على طول مباشره هو هيفهمه. فهاجي هنا بقى طبعا احفظ الصفحه بتاعتي، هعمل هنا ابديت عشان التعديلات بتاعتي دي تظهر، واجي هنا اكتب بس اسم الموقع واضغط على صفحه الكونتاكت. تمام لقيت الفورم اهيت موجوده، يور نيم ريكوايرد والايميل والسبجكت، وهنا المسج، وده هنا البطن اللي هو سند. هرجع بس ثواني للموقع تاني، وارجع هنا للداشبورد واضغط هنا على الكونتاكت، واجي هنا على الكونتاكت واقول له اديت. في البدايه لو انا غيرت هنا اسم الكونتاكت، يعني مثلا سميتها مثلا ماي كونتاكت او ماي كونتاكت فورم مثلا، شوفوا هنا كان اسمها كونتاكت فورم 1. فانا لما هطلع بس من التاب ديت كده او هضغط انتر، هنا بيتعمل لها سيف زي ما انتم شايفين. هنزل بقى سكرول، هلاقي هنا النيم او التايتل الخاص بالفورم بتاعتي اتغير. فده معناه ان انا لازم اخد الشورت كود دوت اعلم عليه واخده كوبي
واروح هنا في البيج بتاعتي وطبعا اعمل ايديت للبيج وابدا اعمل له بيست تاني هنا كده او معلم ومعامل ايه رايت كليك واقول له بيست طبعا اعمل ابديت اي هنا تعديل في الفورم لازم اخد الشورت كود واحطه بيست تاني تمام هاجي هنا في التاب بس الخاصه بالميل ديت واضغط عليها هنا زي ما انتم شايفين في حاجه اسمها تو التو ديت معناها ان الفورم ايميل ديت بعد ما انت هتضغط وتعالوا بس نشوف الصفحه هنا الاول عشان نشرح واحنا فاتحينها بعد ما هضغط على سند بعد ما املى الفورم يعني مثلا كتبت هنا اسمي وكتبت هنا السبجكت وكتبت المسج مثلا هاي احمد زي ما هي بس بعمل تيست لما هضغط هنا على سند المسج دي كلها هتتبعت للايميل اللي موجود هنا اللي هو ايه علي@gmail.com طب تعالوا نجرب كده مع بعض هضغط هنا على سند في رساله هنا تاكيد قال لي ثانك يو فور يور مسج ات هاز بين سنت تمام الرساله كده اتبعتت هفتح بقى الايميل الخاص بيا اهي يا جماعه الرساله وصلت جت هنا في البروموشن اهو قصر البارون دوت جيلري قصر البارون جيلري في هنا السبجكت اللي هو هاي احمد وهنا لو ضغطت عليها هلاقي هنا فروم احمد علي وده الايميل اللي انا كنت مدخله وادي السبجكت هاي احمد والمسج نفس الحكايه هاي احمد تمام تعالوا بقى نرجع تاني نشوف الفورم بتاعتنا يبقى كده الفورم كده اللي احنا عملناها اللي هي الجاهزه اللي جايه مع الكونتاكت فورم 7 خدنا الشورت كود حطيناه داخل الصفحه واتاكدنا من الايميل اللي هنا في التو اللي هيتبعت عليها ده كان الجزء الاولاني الجزء الثاني بقى اللي هنعمل فيه فورم بايدينا ازاي هندخل مثلا على موقع من المواقع انا دخلت مثلا على موقع زي دوت وحابب ان انا اعمل كونتاكت زي بتاعته كده مثلا يعني هنا النيم والايميل والموبايل والكمباني نيم والمسج لو نزلت كده شويه هلاقي السند هنا هو عكس الجزء بتاعنا هنا زي ما انتم شايفين في الكونتاكت فورم هنا الفيلد نفسه اللي هيتكتب فيه بيبقى فاضي وبيبقى فيه هنا ليبل او تايتل اللي هو يور نيم يعني انا لو جيت هنا في الكونتاكت فورم هلاقي في حاجه اسمها ليبل اللي هو يور نيم هلاقي ان يور نيم هنا موجود فوق اهوت وادي ريكوايرد ان الفيلد ده مطلوب يعني لازم ادخل وهنا التكست اللي هيتحط جوه الليبل او جوه الفيلد دوت هنا التكست اللي هيتحط فاحنا عايزين التكست ده يبقى ظاهر هنا ونشيل العنوان ده خالص فانا هاجي على الفورم بتاعتي ديت وهعلم عليها كده كلها وهضغط ديليت زي ما انتم شايفين مفيش اي حاجه عندي فظهر هنا ايرور في الميل طبعا فانا هاجي هنا في البدايه وهبدا اعمل اول حاجه زي الفورم اللي موجوده هنا في الموقع اول حاجه هنا النيم فالنيم دوت هيبقى عباره عن تكست وهقول ان التكست ده ريكوايرد واسميه نيم والديفولت فاليو هيبقى نيم بس خلي دوت كده كابيتال وهقول له هنا use this text as the placeholder of the field يعني تبقى ظاهره كده بشفافيه داخل الفيلد نفسه بعد كده هنا اقول له insert tag تمام بعد كده اضغط enter تاني حاجه هنا الايميل هاجي من هنا واضغط على التاب الخاصه بالايميل واقول له برده required وهسميه هنا ايميل اهو والديفولت فاليو هنا ايميل واقول له برضه يوز ذس تكست از بليس هولدر واقول له انسيرت تاج واضغط انتر وشوف الفيلد الثاني الموبايل نمبر هاجي من هنا هلاقي تيل هضغط عليها واقول له ريكوايرد برضه موبايل واعلم هنا برضه واقول له انسيرت تاج ناقص كده الكمباني نيم والمسج كمباني نيم هتبقى تكست ومتعلم عليها اهوت واقول له انسرت تكست واعمل انتر وبعد كده المسج هتبقى تكست اريا هشوف تكست اريا هنا فين تكست اريا واقول له هنا مسج كوبي بيست واقول له انسرت ناقص بقى ان انا اضغط انتر واضيف البتن اللي هو السبميت هضغط هنا سبميت والليبل هكتب هنا
سند. هو هنا كاتب ايه؟ كاتب سند. تمام، واضغط انسرت تاج. تمام كده يا جماعه، واضغط هنا سيف، واجي هنا في الميل هلاقي هنا كاتب لي invalid mailbox syntax is used in the reply to field. طبعا هنا الريبلاي تو اللي هو مكتوب فيه يور ايميل هيبقى هو ايه، هيتغير لي الايميل. فانا هاخد ايميل دي كده كوبي، هعلم عليها واجي هنا واعمل بيست. مجرد ما هضغط في اي فيلد تاني خلاص زي ما انتم شايفين اتشالت. هاجي هنا من تو، تمام كده الايميل ده هيتبعت ليا فروم قصر البارون جولري، وده الايميل المفروض هنا على الويب سايت او اللي بيتبعت منه. ممكن يبقى انفو، ممكن يبقى اي حاجه. طبعا انت معاك ويب سايت فتقدر تعمل ايميلات لا نهائيه عليه. وهنا هيتحط السبجكت، طبعا احنا مش حاطين سبجكت، فممكن مثلا نحط مثلا النيم بدل السبجكت مثلا. وهنا ريبلاي تو الايميل. تمام، ممكن بقى اجي هنا كده في الخانه دي هنا فروم، هاخد هنا النيم وهشيل يور نيم، هلاقي هنا يور ايميل، هاخد هنا الميل شيل يور ميل. السبجكت هخلي في السبجكت النيم بتاعي، النيم بتاع الشخص اللي بعت الرساله. والمسج بادي مش، طبعا مش هتبقى يور مسج، هتبقى مسج بس. لازم طبعا تغير الحاجات ديت عشان خاطر الرساله بتاعتك تبقى مظبوطه. هضغط بقى على سيف واجي افتح الموقع من الاول خالص واضغط على كونتاكت. طبعا الفورم اتغيرت خالص، بقت زي ما انا عملتها. المفروض ان هنا اهو اي فيلد جواه الاسم زي ما انتم شايفين مش من فوق. هاجي اكتب هنا مثلا النيم مثلا والمسج هاي اي نيد ذا ويب سايت، وهضغط هنا على سند. جالي هنا رساله تاكيد، اروح بقى على الايميل بتاعي واضغط على الانبوكس. اهو جالي الايميل اهوت، جالي المره دي على البرايمري اهو هنا قصر البارون، وهتحط لي هنا السبجكت طبعا محمد اللي هو الاسم اللي انا اخترت عليه. وزي ما انتم شايفين اهوت فروم محمد، وده الايميل بتاعه والسبجكت محمد. انا حطيت هنا النيم في السبجكت والمسج بادي اهو هاي اي نيد ا ويب سايت. يبقى كده يا جماعه احنا قدرنا نكولكت الحاجات ديت، بس ما قدرناش نجيب رقم التليفون. يبقى نرجع تاني في الفور ونشوف احنا ما جبناش التليفون ليه، لان احنا ما حطيناش الموبايل ديت، وكمان ما حطيناش يعني زي ما انتم شايفين مش جاي هنا اسم الشركه، فبرضه لازم نضيفها بس ان احنا نسيناها عشان خاطر نضيفها. يبقى هاخد هنا الموبايل، احنا هنحطها طبعا بعد السبجكت. هنزل هنا واكتب هنا الموبايل واعمل كنترول في. تمام، بعد كده اضغط هنا انتر عشان اضيف الكمباني، واخد الكمباني اللي هي كمباني نيم. لازم اخد الفيلد دوت هنا كوبي احطه هنا بيست. طبعا قبل اي حاجه لازم اعمل سيف. كويس ان الغلطه دي برضو حصلت عشان خاطر نتعلم منها. واجي هنا تاني على الفورم بتاعتي، هضغط على اي لينك الاول وبعد كده ارجع تاني للكونتاكت. حاجه ليا رساله اهي جات لي تاني اهي جولري هنا يحيى، ادي الاسم اللي انا ضفته. تمام كده قال لي فروم يحيى، وادي الايميل الخاص بيه، وادي السبجكت حطيت فيه الاسم بتاعه، وادي الموبايل. تمام، الموبايل جالي والكمباني ياهو والمسج. يبقى انا كده قدرت ان انا اعمل الفورم الخاص بيا. وبكده يكون انتهى درس النهارده يا جماعه. اتمنى الدرس يكون بسيط وسهل وتبداوا تجربوا، عشان خاطر لو قابلكم مشكله ابعتوا لي على الرسائل لو في اي مشكله قابلتكم. بس اعتقد ان كونتاكت فورم 7 حلت مشكله ان انت تعمل كونتاكت فورم او تحتاج لديفلوبر
عشان يعمل لك البروجرامينج او الكود الخاص بيها. اصبح الموضوع سهل وزي ما انتم شايفين خلص في وقت قليل جدا. ولو استفدت من الفيديو يا ريت تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو نرفعه يوصل لك نوتيفيكيشن بيه. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.